نتكلم عن التفاوض التكاملي. التفاوض التكاملي بيبقى فيه تعاون من الأطراف من أجل تحقيق أقصى المنافع، بيكون فيه تكامل ما بين المصالح، بنحاول نوصل لاتفاق معين يكمل مصالح الأطراف، كل طرف بيكسب مع الطرف التاني. بيكون فيه تنافس ما بين بينهم على اقتسام الغنائم والفوائد، لكن في النهاية كل طرف ممكن قوي ان هو يكسب الآخر ويكسب. التفاوض التكاملي لازم يكون فيه مهارة في إيجاد الفايدة أو الغنيمة وتثبيت حقك فيها. التفاوض التكاملي عندك مهمتك مكونة من شقين، الأول إيجاد أكبر قيمة بالقدر المستطاع لك وللطرف الآخر، يعني أنت بتحاول أن أنت توجد فايدة كبيرة ليك وللطرف الآخر، وأنك في نفس الوقت تشوف حظك بقى ونصيبك او حصتك في الغنيمه تكون كبيره على قد ما تقدر، يعني انت تكسب الطرف الاخر وتكسب انت كمان. ده الشق الاول. الشق الثاني تحاول تحقق مكسب اكبر. هنا احنا قلنا التفاوض التوزيعي بيبقى عندنا ربح وخساره، واحد بيربح على حساب خساره الاخر. هنا بقى التفاوض التكاملي ربح ربح، فوز فوز، الاثنين ممكن يكسبوا على بعض حتى لو مكسب واحد اكبر من مكسب الثاني، لكن الاثنين بيطلعوا كسبانين. هنا بنحاول ان كل الاطراف تحصل على ما تريد، على اللي عايزاه، بس طبعا بنهتم ان الطرف لازم يهتم بمصلحته في انه يكبر مكسبه على قد ما دايما بيكون في مقايضه، واحد برضه بيحد بس هنا المقايضه مش على حساب خساره الاخر، ولكن على حساب ان انا اكبر قيمه مكسبي وان انا اكسب الشيء الاكبر. مثلا لو في مصنع لصناعه الملابس الجاهزه بيتفاوض مع مورد رئيسي له، مثلا بيورد له الزراير بتاعه القمصان دي، فالتفاوض ان المورد يورد 100,000 زرار خلال 3 اسابيع. هنا المصنع مهتم بيه، مهتم بان هو ياخد اسعار قليله، ان هو يشتري الزراير دي او السلعه دي باسعار قليله، لكنه كمان عاوز يحافظ على علاقه طويله مع المورد، خصوصا اذا كان المورد ده محل ثقه واشتغلوا مع بعض كتير وبيثق فيه وبيقدر يوفر له السلع اللي هو محتاجها في الوقت المناسب وباسعار مناسبه، يعني التاريخ بتاعه في التعامل كان مناسب. المورد بيبقى عايز ايه؟ هو بقى المورد بيبقى محتاج ان هو يكبر السعر، يعلي السعر بتاعه بتاع الزراير اللي هيبيع بيها للمصنع، لكنه كمان مش عايز يخسر المصنع بصفته زبون قديم له ومهم له بياخد منه كميات كبيره. طيب هما دلوقتي في شراكه على مدى طويل، يبقى كل طرف محتاج ان هو يكسب ويكسب الطرف الاخر، يعني يحقق مصلحته ويحقق للطرف الآخر مجموعة مصالح أخرى. يبقى في حد لازم يقدم تنازل عن الشيء الأقل أهمية بالنسبة له مقابل أنه يتمسك بشيء أهم بالنسبة له. يبقى في مثلا طرف هيتقدم تنازل في الأسعار على اعتبار أنه ياخد حاجة قصاد الأسعار دي، مثلا المورد يقدم السلعة بالسعر اللي هو عايزه، بس في المقابل مثلا يقسط ثمن السلع، يعني الزراير دي خلاص المورد هيحقق مصلحته في انه يبيعها بالسعر اللي هو طالبه. طب كده المصنع ما كسبش حاجة في السعر، ما اخدش سعر قليل. طب هياخد ميزه ايه؟ هياخد ميزه ان هو هيدفع ثمن الزراير دي مثلا على 90 يوم بدل 30 يوم، يبقى كده خد تسهيلات في الدفع، دي ميزه بالنسبه له، تعوضه نسبيا عن السعر اللي هو ما كسبش منه او ان السعر اللي هو ما كانش راضي عنه قوي. يبقى كده في حاجه كسبها المورد اللي هي السعر المناسب، وحاجة كسبها المصنع اللي هي طريقة السداد المناسبة أو مدة السداد المناسبة. وممكن الاتنين كمان يتفقوا على تعاون مشترك بعد كده في مثلا نوعية جديدة في الزراير، تكون حاجة جديدة
يكون فيها تسهيلات اخرى يعني. ممكن كمان في بعض الاحيان ما يبقاش التنافس ما بين مصالح الجانبين، يعني بيبقى مطلوب ان هم يوصلوا لصفقة تجمع بين مصالحهم بقى. لازم كل طرف يحاول ان هو يكسب الطرف التاني، يكون عنده فرصة للمكسب وفي نفس الوقت فرص للطرف الاخر، يكسب الطرف الاخر يعني. طبعا في جوانب كتير ممكن يتم التفاوض عليها في حاجة زي كده، يعني زي موضوع السعر، تاريخ الشحن، في حاجات كتير ممكن يعوضوا بعض بيها ويكسبوا بعض بيها يعني. يعني هنا في مساومة تعاونية، مساومة على تحقيق المكاسب لبعض، الأطراف كلها هتطلع كسبانة، بس كل واحد بيدور على إنه يكسب الحاجة اللي ترضيه هو، الحاجة اللي تهمه، ويكسب التاني برضه. يبقى بتحاول تبص على مش هتنازل عن إيه بس، لأ أنا هتنازل عن إيه وإيه مهم للطرف التاني. هنا ممكن الأطراف تساعد بعضها في المكسب يعني. والاطراف تتعاون مع بعضها، الاثنين بيتعاونوا مع بعض الاثنين كشركاء ان هم يطلعوا كسبانين، بعكس التفاوض التوزيعي يعني واحد بيكسب على حساب خسارته الاخر، لكن هنا الاثنين بيحاولوا ان هم يطلعوا كسبانين مع بعض. هل هنا بقى هل ممكن مفروض حد يخاطر، يعني هل المفروض انا عشان اكبر مكسبي اخاطر باني اعمل تنازلات او ان انا اغلب الاخر بمكسب معين؟ طبعا في اختيارات كتير وتوازنات كتير. التفاوض عمليه معقده وعمليه فيها جوانب متنوعه. في انت بتبقى باصص على مكاسب الاخر انه يكسب، وفي نفس الوقت باصص على انت بتكسب الاكتر. وهنا طبعا بنحتاج لتبادل معلومات علشان يبقى في اختيارات كتير. دوافع المفاوض اللي هو المكلف بالقيام بالمفاوضات نيابة عن نفسه، او يعني بالاصح عن نفسه او نيابة عن جهة هو بيمثلها او منظمة هو بيمثلها. في دوافع كتير جدا ممكن تكون الدوافع دي شخصية للمفاوض نفسه، او دوافع تنافسية، او محاولة لإيجاد حل مبتكر لمشكلة هو بيواجهها، او دوافع للجهة اللي هو بيمثلها ومحتاجة انها توصل لحل يرضيها او يحل مشكلة بتواجهها. الدوافع الشخصية مثلا زي ان المفاوض يكون يسعى لتحقيق اهداف شخصية بالنسبة له في المفاوضات، عاوز حاجة نجاح في المفاوضات لهدف شخصي له. في دوافع المنظمة او الشركة او المؤسسة اللي هو بيمثلها، بيبقى مثلا محتاجين انه يبذل جهد كبير للوصول للحل اللي بيجد فيه وسيلة لإرضاء الإدارة اللي هو بيمثلها او الجهة اللي هو بيتفاوض نيابة عنها. في دوافع الحل ان هو بيبحث عن حلول مبتكره ومرضيه لكل الاطراف، بيحاول في مشكله بتواجه الاطراف وهو اللي في التفاوض، وهو بيحاول ان هو يبتكر حلول جديده او يوصل لحلول ترضي الجميع. المفاوضون المميزون اللي عندهم قدرات كبيره في التفاوض لازم ان هم يبذلوا مجهود كبير ويبذلوا اقصى جهد لديهم لمعرفه الاشخاص اللي هيتعاملوا معاهم، مين قاعد قصادهم على مائده التفاوض او مائده المفاوضات، هل هم مفاوضين اهل خبره ولا مبتدئين، هل هم من المخاطرين ولا من النوع اللي بيجتنب المشكلات، هل هم من نوع المتعنت ولا من نوع المرن، هل ثقافه المؤسسه اللي بيمثلوها ثقافه بيروقراطيه وفي تدرجات هرميه كتير وفي قيود اداريه كتير عليهم، ولا ثقافه رياديه وفيها تشجيع، هل هم عندهم اصلا صفه مخول ليهم ان هم ينجزوا الصفقة اللي بيتفاوضوا عليها، ولا لازم هيرجعوا لاشخاص اخرين يكونوا رؤسائهم في العمل علشان ياخدوا منهم تعليمات، وهل مثلا كل خطوة في التفاوض هيرجعوا فيها لحد اعلى منهم او رؤسائهم، ولا بياخدوا الموافقة على النتيجة النهائية فقط للتفاوض، هل هم عندهم قدر كبير من المرونة ولا ناس متعنتين، ايه تاريخهم في المفاوضات اللي قبل كده، ايه قدراتهم، ايه مهاراتهم، ايه طبيعه انفعالاتهم، معلومات كتير عنهم. الاجابه على الاسئله دي ده جزء كبير ومهم من التحضير للمفاوضات.
ولازم يبقى طول الوقت بتوصلك معلومات، لازم تبقى عارف الاسماء بتاعت المفاوضين اللي قصادك ومناصب كل واحد في منصب كل واحد في في الشركه اللي هو بيمثلها، وترتبهم على ترابيزه المفاوضات، مين اهم من مين ومين مؤثر ومين بيتاثر براي مين، بحيث ان انت تقدر تواجه المفاوضات معاهم بمرونه وباريحيه. كل ما كان لديك معلومات اكتر هيبقى عندك قدره على معرفه ازاي تصير المفاوضات دي، وايه الاوراق اللي تلعب بيها، وايه النقط اللي تضغط بيها، وتبقى عارف تركز اكتر على المفاوض الاولاني ده ولا المفاوض التاني، وده ممكن المدخل بتاعه ايه والمدى المدخل بتاعه ايه، وتبقى فاهم اشاراتهم اكتر وايماءاتهم وكل كلمه بيقولوها وثقافتهم، هيفرق معاك جدا في المفاوضات ان تكون عارف بتتفاوض مع مين بالظبط. المفاوضات مش دايما بتمشي في مسار سهل، ممكن يتوقعه، بالعكس ممكن احيانا تتأثر، ممكن تتوقف، ممكن يبقى فيها تطورات غير متوقعة، ممكن حد ينسحب من المفاوضات، ممكن حد يجمد المفاوضات، ممكن حد يطلب مطالب فجائية، احيانا تبقى الامور ماشية متعسرة وفجأة انها تمشي بسرعة، واحيانا تبقى بطيئة، واحيانا تبقى سريعة، احيانا يبقى في مرونة، احيانا يبقى في تعنت، فده بيحتاج ان المفاوض يكون عنده مرونة كبيرة وعنده صبر كبير على المفاوضات، لان المفاوضات ممكن تمشي بسرعة فترات وتقف فترات اخرى، ممكن يبقى فيها نجاح في فترات وفشل وتعثر في فترات اخرى، فلازم يكون في مرونه وهدوء واتزان نفسي وصبر كبير على المفاوضات. صعب ان حد ينجح في المفاوضات بالعفويه، لازم يكون في تخطيط جيد ويكون في صبر وفي مرونه وقدره على تحمل الضغوط النفسيه، ودايما في يقظه وحاله عاليه من الاستئذان للمفاوضين. لازم تكون المرونه دي في اطار الهدف الكبير، يعني انت داخل مفاوضات عايز تحقق اهداف كبيره معينه، لكن ممكن التفاصيل يكون فيها مرونه، يعني انت بتتفاوض على الحيز نفسه اللي ما بتغيرش هدفك الكبير من المفاوضات، لان انت لكن في نفس الوقت ما بقاش داخل متعنت